امبارح عمره 15 سنة، وبعتقد انه رأفت نموذج الزلمة أسير وما صح له يتجوز إلا بعد ما يتجوز 45 سنة، وفقد امبارح ابنه العزيز الغالي في جريمة قتل مع صدق ليكو الفلسطيني. فلسطين الاستثناء في كل شيء، فلسطين شعب الجبارين، فلسطين اعتقد احد حالات الاستمرار والديمومه بمنطق الانتماء، بمنطق الهويه، وبمنطق الاستعداد للتضحيه من اجل هذه القضيه. اعتقد ان الكشافه الفلسطينيه كانت عبر تاريخ فلسطين في الصفوف المتقدمه. فألف تحيه لتاريخ الكشافه. وانا بقول هون للي ما بيعرفوش تاريخ الكشافه ان فلسطين واحده من اول ثلاث دول عربيه كان فيها كشافه سنه 1912. ولكن احنا تعرضنا الى محاوله نفي النا ولهويتنا ولارضنا ولتاريخنا عام 48. ولكن بقي هناك نواة صلبة حملت القضية وحملت الهوية وحافظت على الكينونة الوطنية الفلسطينية اللي هي الكشافة والمرشدات. ومن هون احنا اليوم بنحتفل بإنجاز انه احنا صرنا اعضاء في الحركة الكشفية العالمية. واعتقد هذه في لها استحقاقات ولكن اعطتنا امتيازات. اما لا نستطيع ان نعزل انفسنا عن تاريخ. وانا هسه صرت مسؤول الكشافة، طبعا الباراشوت انا بنزل على المواقع بالمناسبه، واللي مش عاجبه راح يشرب البحر يعني. وانا راح اعطي الحركه الكشفيه حقها ودورها وراح امسكها في التاريخ في الماضي والحاضر. يا مساعدين اسكت انت هون شمشش علينا. نعم احنا بدون هذا التاريخ وبدون البذره اللي زرعوها تبعونا ال 1912 ما كناش بنقدر نكون اليوم. ومن هون يجب ان نحمي قاماتنا جميعا للحركه الكسبيه الفلسطيني بكل اجيالها وبكل فئاتها، مرشدات وجوال وكشافه ونجادي واللي بدكم اياه من سنه 1912 الى اليوم. ويجب ان نرصد كل الاجيال، وهذا سيكون بند رقم واحد على جدول اعمالنا في المرحله القادمه ان شاء الله. فبدون هذا التاريخ وكمان بدون ارادتكم واصراركم انه احنا يضل في عندنا الحركه الكشفيه ما كانش ممكن ان نحتفل اليوم. ولكن بصدق وبصراحه في هناك جهد بذل على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي واللي احنا عملناه بهدوء وبصمت وبدون ضجيج اعلامي. واحنا اعطينا تفويض للدكتور عاطف اللي انا اتمنى ان تشكروا وقوفا وتصفقوا لهذا الرجل العظيم. احنا قدمنا له تفويض باسم الكشافه الفلسطينيه وخاض معركه. انا بقول لكم لم تكن سهله، لانه الكشافه كمان احد رموز السياده واحد رموز الهويه، وتشكل استفزاز وتحدي لهذا الاحتلال العنصري الفاشي النازي الجديد اللي الله يلعن ابوه من يوم ما وجد اليوم.
وبتتنحل رسما عن ابو نتنياهو. نعم الدكتور عاطف قام بجهد مشهور مقدر مثمن لكل الشعب الفلسطيني من القيادة السياسية الرئيس أبو مازن الحكومة الفلسطينية وكل شرائح شعبنا السياسية والاجتماعية. فشكرا لك يا دكتور وشكرا لكل الدول العربية والإسلامية اللي وقفت معك سواء كانوا متحمسين أو مترددين غصبا عنهم وعن إسرائيل صرنا عضو كامل العضوية في الكشافة العالمية. وإحنا من اليوم الكشافة الفلسطينية هي أحد وسائل النضال والمقاومة. الكشافة الفلسطينية ستشارك في كل المحافل والأنشطة الكشفية في كل المستويات وفي كل المنابر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. الحركة الكشفية من اليوم موجودين بالصف الأول وحيظلوا بالصف الأول بتاريخهم وباستعدادنا كلنا لزيادة مستقبل لحركة كشفية وطنية هويتها فلسطينية ومضمونها وطني وقيمها وأخلاقها قائمة على التطوع والاحترام والتسامح والمحبة والاحترام والإيمان بعدالة قضيتنا واستعدادنا للتضحية من أجلها في أي مكان كان. الكشافة لن تحمل ولن ترتدي إلا زي واحد وشعار واحد ورسالة واحدة فلسطين فلسطين فلسطين. والكشافة والمرشدات في فلسطين لن يكونوا في جيب أي أجندة شخصية فصائلية جهوية. إحنا فلسطينية وإحنا بنشتغل من أجل فلسطين وستصاغ مستقبلا على هذا الأساس. أنا سعيد جدا إنه إحنا قدرنا نحصل أو نأمن مشاركة رمزية من أهلنا في المحافظات الجنوبية. بس السنة الجاي بدنا نحتفل في هذا اليوم بمشاركة جوهرية من غزة ومن سوريا ومن لبنان. لأن الحركة الكشفية الفلسطينية لكل الفلسطينيين وفي لبنان وفي فلسطين أيضا وسوريا في هناك حركة كشفية زينا زيهم وبحبوا فلسطين زي ما بنحب فلسطين. فتحية طيب روقوا خلاص وصلت. بدنا اسمعوا الاوطان تبنى بالتخطيط الصحيح. واحنا اليوم انا بقولكم في علينا استحقاق. هذا الاستحقاق ان يكون هناك حركة كشفية فيها انسان فلسطيني يبنى ويصار على رؤية وعلى فكرة وعلى ثقافة إلا علاقة بالوطنية اللي فيها مستقبل وفيها بيئة وفيها علاقات وفيها خلق وتكريس أمل عند كل الفلسطينيين. وهذا لن يكون إلا بتعاوننا كلنا مع بعض، لن يكون إلا بصدقنا كلنا مع بعض. أما الشعارات والحكي الفاضي وال 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 إلى آخره، وين كنا احنا من الكشافه خلال السنوات الماضيه؟ وليش ما كناش احنا عضو من زمان؟ وليش وليش وليش؟ اليوم مطلوب من الكل انه احنا نحط الحكي على جهه ونبدا بالفعل. احنا كلنا في اسبوع نحتفل هون في غزه في لبنان، ومنيح انه جبنا مجموعه من الاخوان والاخوات من غزه، ولكن كمان احنا متألمين انه ما قدرناش نجيب حدا من لبنان وحتى من الدول العربيه. بالمناسبه الاسرائيليين ما طلعوش تصاريح للدول العربيه الا امبارح بالمساء، وبتعرف الدنيا رمضان قدروا يوصلوا اخوه من الاردن مع الدكتور عاطف اهلا وسهلا، ولكن في ناس كمان قادمين خلال الايام القادمه، وهذه الاحتفالات ستستمر الى يوم السبت. ويوم الجمعه حيكون يوم الغضب ويوم الكشافة في القدس وفي ساحات الأقصى.
وراح يقود المسيرة الجسمية هناك الدكتور عاطف باسم كل العرب والمسلمين. طبعا احنا المسيحيين احنا واحد يا حبيبي، شفتوا قرينا الانجيل زي ما بنقرا القران احنا. طيب روقوا هسه يا روقوا اسمع، وانا بقول لكم ابتداء من يوم الاحد راح يكون في هناك نقاش جدي وجذري لصياغه الحركه الكشفيه في فلسطين، بما يضمن ان يكون هناك قيادي واحد للكشف الحركه الكشفيه الفلسطينيه، قيادي وطنيه فلسطينيه، قيادي في سلوكها وفي معتقداتها وفي فكرها وفي حديثها فلسطين 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 ولا شيء غير فلسطين. ومن لا يريد ان يغلب الوطن على مصلحه الفصيل والجهه والشخصني يروح ينصرف في مزابل التاريخ، مالوش علاقه فينا واحنا مالناش علاقه فيها. وهذا يبدا بانه احنا راح نشكل قياده تسيير اعمال في قطاع غزه وفي الضفه وفي الشتات، والبدء في حوار بيننا وبين الحركه الكشفيه العالميه، لانه احنا بدنا حركه كشفيه تبني جسور باتجاه العالم، بدنا حركه كشفيه تؤمن برساله الكشافه في كل العالم، بدنا كشاف ومرشده العالم يرانا من خلال كبريائهم وشموخهم وعزتهم بنفسهم وكرامتهم واحترامهم وانتمائهم لهذا الوطن الفلسطيني، واحنا ما بنشحد من حدا. شفتوا هذه الطفله الصغيره هذه؟ اقسم بالله العظيم حركتها وسلوكها فعلا بتخلينا احنا الفلسطينيه نعتز انه احنا فلسطينيين، وانه الله خلقنا هون حتى لو تحت هذا الاحتلال اللي الله يلعن ابوه. انا بدي احكي لكم عن قصه عن نقطه صغيره، القنصل المصري موجود هون. بدي احكي لكم عن قصه عن المصريين. في يوم من الايام الاخ ابو عمار اللي كنا بنحبه، احنا كنا عرفاتيين مضبوط ولا لا؟ 100%. الاخ ابو عمار كان بيتغدى مع الرئيس حسني مبارك وكان ابو غزالي. فقال له ابو عمار، ابو غزالي الله يرحمه، قال له ابو عمار مريح اليهود اجوا عندكم. فابو عمار زعل وقام قال له اقعد علي زعل يا ريت يا اخي، قلت يا اخي ايش يعني؟ قال له ابو عمار مريح اجوا عندكم، والله لا اجوا عندنا يمكن احنا هربنا وتركنا لهم البلاد. اجوا عندكم هيك بعد اقل ظليتوا في فلسطين ظليتوا في بلدكم. نعم هذا هو الشعب الفلسطيني. وهي رسالة الشعب الفلسطيني. واحنا باقيين هون غصب عن ابوها. بس برضو انا بقول لكم بدنا نفكر صح. وانا بقول لكم في اطار الحركة الكشفية والمرشدات بدنا نخطط بشكل صحيح. وانا بقول لاخواننا تبعوني القدس، وانا بعتقد بانه احد مظاهر الديمومة للحركة الكشفية كانت في القدس. سيبنى هناك مقر قيادي للكشافه في القدس، وسنبدا قريبا وان شاء الله قبل نهايه العام نكون هذا مقام. والقدس ستبقى متميزه في كل شيء له علاقه بنشاط الحركه الكشفيه. نعم انا بدي العالم من برا يشوف فلسطين من خلال مقدسي ومن خلال بنت ومن خلال واحد مخيم من الأمعري ولا من جماله ولا من اي مخيم، وبدي كمان الناس تشوف مأساة غزه من خلال كشفي يشارك في كل الانشطه والفعاليات في كل العالم، شوفوا مأساتنا، شوفوا معاناتنا، وشوفوا عذاباتنا، ولكن شوفوا صمودنا واصرارنا وعظمتنا وعملقتنا واصرارنا ان نبقى في هذا الوطن اللي ما قلناش بديل له. من هون أنا بدي أختتم، أكيد كلكم بتروحوا بصحة وبدكم تروحوا، يخرب بيتكم زهقتوا ها؟ أنا فعلاً بشكر كل اللي ساعدونا في هذا الاحتفال اللي راح يستمر ليوم السبت، بكره في نشاط كشفي، الآن طبعاً في غزة وفي كل المحافظات، ولكن بتعرفوا عنوان الإنجاز هو الدكتور عاطف، وأنا بقول له إحنا راح نكتبك في تاريخنا وفي قلوبنا من نور ونار على ما قمت به يا رجل. وشكرا لك
ولكل الاخوان، والله يسامح اللي كانوا خايفين، بس شكرا للمصريين. مصر كمان كانت معنا بقلب وراب يا حضره القنصل، مش هيك يا دكتور عاطف ولا لا؟ بس البعض كان خايف، قال معقوله يعني بيقدروا الفلسطينيين؟ نعم احنا بنقدر، بنقدر وما بدناش محرم يعني. فبكره راح يكون في نشاط في الخليل، ويوم الخميس بعتقد راح يكون في نشاط في نابلس، ويوم الجمعه راح تكون الذروه في القدس. حتشوف يا دكتور عظمه الفلسطينيين. يا دكتور اسكت يا حمود، انت معه الاعلام اكستريم غلبه. يا دكتور عاطف انت راح تحس الفلسطينيين انه بحبوا العرب وبحبوا المسلمين، وانا بتمنى انه يصير في زحف كشفي ورياضي وشبابي على فلسطين. وبالمناسبه اخر، انا قبل اقل من شهر شفنا الرئيس السيسي وهو تمنى على كل العرب وعلى راس فلسطين انه يا جماعه ودوا 200 شاب. قال انا مستعد نودي طيارات فلسطين يجوا، بس تعالوا علينا واحنا لازم نودي، على اساس انه احنا نجدد خطابنا ونحدد خطابنا ونحاول نخلق لغة مشتركة. وأنا بقول لكم قريبا راح يكون في هناك 100 شاب وصبية يروحوا على مصر، ويكون في 100 شاب وصبية من مصر يجي هون. وأنا تحدثت امبارح مع وزير الشباب والرياضة الأردني، كمان حنعمل نفس الشيء، وأتمنى أن يكون هناك قرارا عربيا بزحف كشفي على فلسطين، يجوا يشوفوا في احتلال وفي الان توديت، بس يا اخي في اخواننكم 4.5 مليون فلسطيني وبنحبكم، وصدقوني كل شيء فينا عربي، الحجر والشجر والارض والبقر والكليات والبشر كله عربي يا اخي، كنا زيكم الله وكيلكم، لا غيرنا ولا بدلنا. فتعالوا علينا، تعالوا علينا وتعالوا زورونا وتعالوا وفروا لنا كل اسباب القوه كي نبقى في هذا الوطن اللي انتم بتحبوه احنا بنحبوه. طيب على كل حال رؤيتكم يا ايش الفوضى؟ بعد ما صرناش مسؤولين، ايش وين القاده تبعهم؟ طيب على كل حال اوكي، انا بختتم بحييكم، بحيي كل اللي شاركوا، وانا بوجه تحيه لكل منتسبي الحركه الكشفيه الوطنيه الفلسطينيه، تحيه لكل الجمعيات في فلسطين، كل فلسطين وفي الشتات الفلسطيني في مخيماتنا. وأنا ألتزم أمامكم وأمام التاريخ أن أكون سنداً وعوناً لبناء مستقبل يرتكز على رؤية استراتيجية، وحيعاونونا طبعاً إخواننا في الحركة الكشفية العربية والدولية، وبناء مؤسسة فيها كل المكونات أن يكون هناك حركة كشفية فلسطينية فيها منظومة، مش بس قيادة بالاسم، قيادة بالسلوك، قيادة بالفكر، وقيادة بالأداء اللي فيه تميز عند كل من ينتمي لهذه الجمعية. وإذا بنعمل إنسان هيك صدقوني بصير مجتمعنا هيك، إذا بنبني إنسان هيك بصير النظام السياسي بتاعنا هيك. وبتعرفوا كلياتنا بنعاني من هالانقسام، وانا بقول لكم مش مسموح ولا لواحد له علاقه في الرياضه وفي الكشافي ان يتحدث بلغه القسمه او ان يتحدث باي لغه من شانها ان تسمم العلاقه الداخليه في الاسره او في المجتمع. احنا يجب ان نكون جميعنا عناصر ضاغطه لمحاصره اصحاب الافكار اللي فيها تشاؤم واللي فيها انقسام واللي فيها انطواء واللي فيها اجندات بعيده عن فلسطين وبعيده عن مصلحه الوطن. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل الاخوان في الاجهزه الامنيه والمدنيه ورجال الدين المسيحيين والمسلمين، شكرا للمحافظه، شكرا لوزير التربيه والتعليم. وانا بقول لك يا معالي الوزير، الكشافي في المدارس يجب ان يتم اعاده صياغتها وتنضوي تحت قياده الحركه الكشفيه الوطنيه الفلسطينيه. هاي مسؤوليتك، وانت كمان زلمه معني بتاريخك ماضي وحاضر ومستقبل، وامل ان يكون هناك انطلاقه، لانه كمان المدرسه هي النواه الصلبه في البناء وفي التربيه وفق منظومه لها علاقه بالاخلاق ولكن لها علاقه بالانتماء. واعتقد الله يعطيك العافيه، وان شاء الله يوم الجمعه
اللي بيقدر يوصل القدس يروح القدس، اسحبوا على القدس. شكرا وكل عام وانتم بخير. والله يعطيكم العافية. أشكر سيادة اللواء.